بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حضر هذا الذي جمع فيه ولي الأمر تلك الطوائف ما وقعت فيه وكان دور الشيخ ربيع وغيره من المشايخ أهل السنة الذين حضروا دور الناصح المبين الموضح لهؤلاء ضلال ما هم عليه ودعوتهم إلى يجتمعوا على كلمة سواء وليس اجتماع الموافق المداهن لما هم عليه من باطل هذا للتنبيه الإخوة أن لا ينغروا بقول المبطلين